بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، السيدة أنا كلاوديا روزباخ المدير التنفيذي لليو إن هابيتات، زميلتي الفضيلة معالي وزير التنمية المحلية دكتورة منال عوض، السادة الحضور الكرام، أهلا بحضراتكم جميعا. حين يعني بيشرفنا وسعدنا ان احنا نكون موجودين النهارده مع حضراتكم في يعني مؤتمر الافتتاحي اللي خاص بالمنتدى الحضري العالمي بنسخته ال 12 واللي بتستضيفه الحقيقه الدوله المصريه، واللي بيجي بعد العديد من المكتسبات اللي حققتها الدوله المصريه الحقيقه على مدار العشر سنوات السابقه في ضوء توجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن احنا يعني عندنا العديد ورصيد كبير جدا من التجارب الحقيقه المميزه اللي قدرت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أنها تحقق فيها قصص نجاح مختلفة ومتنوعة. وبنستغل الحقيقة وجود المنتدى النهاردة معانا أن يبقى فرصة حقيقية أن احنا ننقل هذه التجارب ونتبادل الخبرات مع كل شركاء التنمية ومع كل الجهات المشاركة معانا في هذا المنتدى. الحقيقة يمكن كنا مع دولة رئيس الوزراء وفي إطار الإعدادات الخاصة بهذا المنتدى والتجهيز على مدار الشهرين اللي فاتوا، ويمكن كان في بعض المخاوف الموجودة، لكن النهاردة احنا بنسعد أن النسخة يمكن نسخة استثنائية، عدد المسجلين في معانا النهارده في الحضور حقيقه يمكن تجاوز العدد حوالي 30,000 مسجل، بالاضافه للمشاركات الواسعه لاكثر من 182 دوله بوجود 72 يعني وزير الحقيقه مشارك معانا، بخلاف طبعا باقي المشاركين على كل المستويات الحقيقه كلها مستويات رفيعه، وبنسعد بوجودهم على ارض الدوله المصريه. الحقيقه احنا بندخل هذا المنتدى واحنا عينينا يعني منصبه على العديد من المكتسبات اللي يمكن اولها نقل التجربه المصريه لكل دول العالم وبالاخص الدول الافريقيه، بالاضافه لفكره تصدير العقار والمحفظه المتنوعه من الوحدات السكنيه والفرص الاستثماريه من الاراضي اللي احنا بنحاول الحقيقه جاهدين ان احنا يعني نستغل هذا المنتدى ايضا في تسويق هذه الفرص، بالاضافه لفتح يعني مجال لكل الشركات طبعا المصريه والمكاتب الاستشاريه لما لها من خبرات اصبحت متراكمه من خلال السنوات الماضيه فيما يخص النو هاو او تحديدا التقنيات الفنيه والكوادر البشريه، وايضا حجم الامكانيات والمعدات اللي اصبح دلوقتي كبير جدا. والحقيقه يمكن ايضا احنا كوزاره اسكان بنشرف ان احنا بنتبنى في هذا المؤتمر الحقيقه استراتيجيه العمران الاخضر بالتنسيق والتعاون مع العديد من شركاء التنميه. ويعني اسمحوا لي ان انا استغل الفرصه الحقيقه ان انا اتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل وفي خروجه بهذه الصوره، واتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله في هذا المؤتمر واتمامه على كل خير. خالص تحياتي وتقديري للجميع، شكرا جزيلا.